السلام عليكم البنات. اليوم غادي ندير معكم واحد التمرينه زوينه ومغذيه كتجي زوينه للسحور ولا حتى الفطور المهم فيها البنان والفلون ديال الكراميل. كنحتاج فيها جوج بنانات فلون ديال الكراميل، خمسه ديال التمرات قطعتهم صغار غادي نطحنهم وخمسه قطعتهم شويه كبار، وعندي بيمو اي نكهه كتبغيو. هنا كان عندي ديال الشكلاط غير داك بيمو ديال الدرهم، وعندي السكر كما كنقول لكم ديما على حسب الذوق، ونسيطرو ديال الحليب. كناخذ الحليب كنديرو في الطراب الكهربائي، الخلاط الكهربائي، كنقطع عليه البنان. هانتوما شوفوا الحداكة، مريم طيرت عليها البنان، مشى التليفون مشى كلشي عمر بالحليب، طيرت عليها الحليب. هنا غادي ندير البنانات بجوج في الطراب الكهربائي في الخلاط الكهربائي اسمحوا لي، وغادي ندير عليهم التمر، خمسه ديال التمرات غادي نطحنهم مع البنان والحليب والفلون ديال الكراميل. ديروا البنات ديال الكراميل راه جات واعره، مذاق زوين بزاف مع التواته مع التمر والبنان. كنت كندير ديال الفاني ولكن هذا ديال ولكن ديال الكراميل جا حسن، احسن منه. صافي، وغادي ندير هنايا السكر على حسب الذوق كما كنقول لكم ديما دائما على حسب الذوق. انا هنايا درت غير معلقه ونص، قش البنان حلو والتمر حلو. صافي، وغادي نخلط كلشي. كناخذ هنايا بيمو كنت درت وحده وحده، دابا حيت كنت حليتهم دوك اللي كيكونوا جوج ملاصقين، دابا درت جوج وحده على وحده رديتهم كما كانوا. خليت شويه ديال البيمو شويه ديال التمر للتزيين الاخير، مازال غنزيد واحد البنانه نزين بها. هنا كنخوي الخليط لبو وكنديرو يطلع الفلو، يطلع عادي كما اللي كنديروه دائما. هنا البنات راه حاطين كنعمرو اتاي، انتوما دابا راه المونتاج كنديرو معكم مع ثلاثة ديال الصباح. صافي، كنحرك مزيان الخليط فوق البوطه حتى كيغلى لدرجه كيوصل لدرجه الغليان. صافي، وكنخويه، انتوما شوفوا كيشد معايا العكس، كنخويه في الكيسان ولا الزليفات ولا اللي بغيتو اللي عندكم. كنعمرهم مزيان، انتوما شفتو شد معايا العكس. صافي، كنعمرهم كاملين وكندخلهم للثلاجه حتى كيشدو فريسهم كما كنديروا الفلون عادي. صافي، مني غادي يجمدو غادي نرجع معكم. انتوما دابا راه الواليد ناض كيتوضى للفجر، قريب الفجر. ما بعد ما جمد لينا الفلون كنزينو بالتمر، عندي شويه ديال التمر والبنان وبيمو كنزين. المهم كل واحد يزين على حسب الذوق على حسب داكشي اللي كيعرف. انا داكشي اللي كنعرف راه درتو، ما عنديش انا مع الديكوراسيونيت ما شي حاجه. صافي، وخديت البنان قطعته دوائر هكا ورصيت وحده بيمو. صافي، والتمر راه خديتو زدت قطعته مزيان، قطعته صغير وحطيتو حتى هو زينت بيه. صافي، غير باش تبان شنو فيها. وصافي صافي، وهذا هو الشكل النهائي البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا. كنتمنى تعجبكم، واللي عجبها الفيديو دير لينا لايك، واللي كيشوف الفيديو اول مره يدير لينا ابوني. شكرا بزاف على المشاهده، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.